انت ابنك لحد الان قاعد يقرا متامل انه اكو دخول شامل. ما قاعد يقرا استاذ عمار وبدون مدرسين وعلى اليوتيوب مدخلته، بس قلت اذا دخلوا دخول شامل ان شاء الله دخل مدرسين. نعم. يعني لحد الان عندنا امل وننتظر ويوميه، واني ام والله يوميه. لا تبكين ام جعفر لا تبكين، وان شاء الله ان شاء الله يعني هذه المناشده توصل ويوصل ابنك. اكيد انت جاي من اكيد هاي من حرقه دمك وتخافين على مستقبل اولادك. ان شاء الله يعني ان شاء الله وزير التربيه يسمع هذه المناشده ان شاء الله. والله يعني اقول هو والله يلا لا تبكي ان شاء الله ان شاء الله خير. سمعت الكلام ماله. نعم. قال احنا 150 اللي مداخلين، يعني اقول خطيه ليش ظلموا دولة. صح، بظل هاي الظروف والماساه اللي قاعد نعيشها خلي يدخلون الطلاب، ممكن انه ننطي فرصه. ما احنا قاعد ننطي فرص السياسيين وننطيهم فرص يتسنمون مناصب وهاي وكل شيء، خلينا ننطي فرصه للطلاب. استاذ عمار ابني مو مستوى مو زين فد مره، بس انا اقول لك ماكو دوام ماكو مدارس. فاهمك فاهمك ام جعفر فاهمك يعني فاهمك ماكو ماكو يعني امتحنا ونص السنه واعتمدوا عليها المدارس. احكي لك الصدق مدرستهم يعني ما ساعدت اي طالب. صح، شوف صارت مشاكل اعتمدوا على الفصل. ام جعفر هي صارت مشاكل كلش هواي بالمنظومه التعليميه. انا اشكرك وهاي دموعك غاليه وان شاء الله انه يكون رحم الله والديك استاذ عمار. شكرا شكرا.